كنا عاملين ايه النهارده؟ انا هعمل تحدي الضحك والعقاب. عارفين ايه ده؟ عارفين ايه ده؟ ده ايه ده؟ عارفينه؟ كحول. هعمل ايه بقى؟ هرش رشه في بقي. ريحته بتخلي الواحد يعطش. تمام، فانا هشوف تحدي الضحك، هشوف فيديوهات مضحكه، ولو ضحكت زي ما انتوا عارفين رش في بقي. لا هو على القرف. تمام ماشي. اتوقع مش على اليوتيوب علشان ما يتعملش على حق. طبعا يلا واحد اتنين تلاته. هو كان بيصطاد والتاني اتزحلق على ثانية واحدة. أو أنا ضحكت؟ لا ثانية واحدة، أنا ضحكت ولا لأ؟ مش أنا بتكلم ضحك. طب بص ثانية واحدة، أنا كنت بستهبل فأهو أنا عندي منديلة. حتى لو مش مصدقني أهو كحول. شفتوا المنديل كان هيقع؟ واحد يا لورد اوف ذا ايه ده؟ بعد شوية تحسوا ان طعمه اتغير كده، عاملين طعمه زي الويسكي. ايه القرف ده؟ يلا نكمل. لزق في بق الطعم. برضه لحد دلوقتي ما ضحكتش. ربنا يستر ما ضحكش. مش فاهم حاجة صدقوني. تمام زي الويسكي. ايه القرف ده؟ هترميها تاني صح؟ ليه طيب؟ ليه كده؟ يا شباب ليه بجد؟ ما ينفعش اضحك، ودي ما تعتبرش ضحك لاني انا ضحكت. اعمل ايه طيب؟ ايه ده؟ انا ما ضحكتش في الفيديو اصلا، ما ينفعش اضحك في اي حاجه. يلا مستعدين؟ واحد اتنين تلاته. قادر القرف ده؟ القرف ده ايه اللي خلينا نعمل التحدي من الاول؟ طالما ميه صح؟ ايه ده؟ صدقوني توقعتها هيتجنن على الفلوس. Thank you.
جامد عليه اهو. عشب فوقع، وقع من عشب يعني. التليفون فوق هنا، بصوا انا حطيت التليفون كده عشان يكون وشي مش معوج، تمام؟ اهو. مش مضحكة قوي اصلا، ليه ده؟ لا 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 على القرف. بصوا مش هستخدم انا المنديل ده عشان كده قرف. المسجل وقف بسبب ان تليفوني قفل، شايفين الاستهبال؟ روح بره، انت اللي روح بره.
اوكي عارفين واخدين ايه ده كده عشان دي نتيجة انك تقلدي حد دي نتيجة انك تقلدي حد ممكن التاني يخدعك وممكن التاني يخدعك كرسي مش مظبوط شايف ان الصراحة في اي حاجة مواضحة اللي ضحك يكتب لي في التعليقات مقرف ايه القرف بتاعي ده النت فصل او الفيديو قفل كده ده فيديو هنا بالكامل مش مشكله اكمل الفيديو فيديو هنا ايه دبانة خلاص كده مش لازم طبعا يا شباب هقف لحد هنا اللي ضحك يكتب لي في التعليقات تحت هنا اي حد ضحك تمام ولو عجبكم الفيديو ريت تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد مني تمام يا ريت تشتركوا في القناه برضو علشان يوصل لكم كل جديد مني وتعملوا لايك عشان انتوا كده بتدعموني لو وصلتوا الفيديو ده لعشر لايكات 10 لايكات خفيفه جدا تقدروا عليها خفيفه لو وصلتوا لعشر لايكات هنزل لكم حلقه تانية عن تحدي الضحك ويكون بقى ايه فيديو شديد كده تمام ف وصل الفيديو ده لعشر لايكات وتشتركوا وتعملوا لايك ويلا سلام.